لا تهمنا الجزائر ولا يهمنا، احنا ما يهمنا اليوم من هذا الملف هذا هو تقوية الجبهة الداخلية، إطلاق نخب جديدة، إطلاق خطاب جديد، تقنية الترافع عن هذا الملف هذا يجب أن تتغير، يجب أن ننطلق من خطاب اللي كنا كنصدره هذه سنوات ونعطي للآخر خطابا جديدا لكي يقتنع بأطروحتنا وبأن الحكم الذاتي خيار وحيد وأحد وبأن المغرب وسيادة المغرب على الصحراء خط أحمر. باش نقولوا هذا الخطاب هذا وباش نسوقوه خاصنا حتى نغيروا اللاعبين ونغيروا حتى الذين كانوا يتحدثون باسم الملف وكانوا يحتكرونه لمدة سنوات طويلة. اليوم تجديد الخطاب يقتضي تجديد النخب، تجديد النخب يقتضي على أن ندفع بنخب جديدة قادرة على الترافع وتملك آليات الترافع وألا نظل يعني رهانا لنفس الخطاب التقليدي الذي صدرناه على مدار 35 سنة ولا 40 سنة ولم نجني منه أي شيء. اليوم من خلال البرلمان المغربي من خلال خطاب الرئيس الفرنسي من داخل البرلمان يجب أن تتغير الصورة، يجب أن يتغير الخطاب، يجب أن نشتغل جميعا بالإضافة للدبلوماسية الملكية التي كان لها يعني السبق في إنجاز هذا الإنجاز في هذا الإنجاز التاريخي. اليوم هي بالمواكبة ديالها يجب أن تكون دبلوماسية قوية برلمانية.